نفق ملعب مع واحد من المواقع الأثرية الهامة الموجودة في محافظة جنين وفي فلسطين بشكل عام، يبعد حوالي 2 كيلومتر إلى الجنوب من مركز مدينة جنين، وهو يقع أيضا ضمن تل بلعمة الأثري الذي يعتبر أيضا واحد من أهم المدن الكنعانية المحصنة التي ظهرت في بداية الألف الثالث قبل الميلاد، والتي ورد ذكرها في العديد من المصادر التاريخية، أهمها الأرشيف الملكي المصري، خاصة في الأرشيف الذي يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. يحتل موقع استراتيجي على البوابة الشمالية لمرج ابن عامر والفاصل مع سهل عرابي، أو ما يعرف حديثا في سهل عرابي أو العرب الاسم العربي القديم سهل دوتان، تعتبر كحارس للبوابة الشمالية لمرج ابن عامر. طبعا الموقع النفق اللي احنا فيه حاليا يعتبر نموذج فريد ومميز جدا من الأنظمة المائية السرية التي كانت شائعة في الفترات الكنعانية، بالتحديد في فترة العصر البرونزي المتأخر، والتي ظهرت في العديد من المواقع الأثرية الأخرى الموجودة في فلسطين كمدينة القدس أيضا وموقع تل مجدو. ويمثل هذا النظام يعني نظام مائي هام مستخدم في هذه المدن، حيث أن الطريقة كانت تقوم إلى الحفر من مركز المدينة في قمة التل والوصول إلى أقدام أو سفح الجبل للوصول إلى نبع الماء فيها، تحويل جزء من النفق إلى استبل للخيول. هنا تظهر المعالف. في الوقت الذي استخدم فيه في بداية العصر البرونزي كمكان سري واستراتيجي، فقد أهميته الاستراتيجية في الفترات المتأخرة كالفترات الإسلامية، حتى في الفترات العصور المتوسطة فترة الحروب الصليبية، حيث أعيد استخدامه بشكل آخر وفتحت فيه أبواب أخرى، مما يدل على يعني فقدان الأهمية الاستراتيجية له كموقع سر. طول النفق ما يقارب 115 متر، 110 متر هي مقطوعة في الصخر، وإحنا كمان شايفين هون الأدراج الأساسية فيها العدد حوالي 57 درجة، بتم الصعود منها من مصدر الماء اللي هو عين السنجل لمركز المدينة في تل بلعمة. في أثناء العمل في البنية التحتية للشارع الرئيس تم الكشف عن مدخل النفق، فسارت وزارة السياحة والأثار الأعمال للكشف عنه، وبالتالي أدرجته ضمن مشروع 100 موقع، وتم إعادة تأهيل الموقع بعد 1979 حتى في سنة 2005 تم افتتاحه كواحد من الحدائق الأثرية الموجودة في مدينة جنين.